اهلا بحضراتكم مره تانية، وما زلنا على حديث الساعه لطبعا مباراه منتخبنا القومي امام المنتخب السنغالي بكره ان شاء الله. الفقرات اللي فاتت او الفقرتين اللي فاتوا كان كلها حديث عن هذه المباراه، لكن النهارده او دلوقتي بشكل مختلف شويه هنتكلم على المنتخب السنغالي. اهم نقاط الضعف، القوه، ايه المنتخب السنغالي بيمتاز بايه، ده من خلال طبعا تحليل عبر الصوره والارقام من خلال محلل الاداء الرائع محمد الباز اللي دايما بينورنا هنا في المحترف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن هاني، نورنا. تحياتي لحضرتك، جمهور مصر كلها، جمهور نادي الاهلي، كلنا مستنيين، العالم العربي والمصري وكل الناس مستنيه مباراه بكره. انت محضر لنا ايه للسنغال؟ احنا شفنا مباراه السنغال في نهاية البطوله الافريقيه، اكيد منتخب قوي، ولكن في بعض الدفوهات، في بعض الأخطاء ممكن تحصل. أنت محضر لنا إيه النهاردة لمنتخب السنغال؟ يعني منتخب السنغال طبعا مباراة صعبة بكل تأكيد. منتخب السنغال منتخب قوي، عنده شراسة هجومية عالية جدا، تاني أقوى خط هجوم في أمم أفريقيا الأخيرة، 9 أهداف بعد الكاميرون، أكتر فرق منتخب يعني في صناعة الفرص الحقيقية أو المسجلة. يعني من الناحيه الدفاعيه برضو كابتن هاني بنتساوى مع منتخب مصر، منتخب السنغال بيتساوى مع بعض. منتخب مصر منتخب السنغال استقبل هدفين فقط طوال البطوله. انت بتتكلم على بطوله أمم أفريقيا الاخيره دي، يعني احدث او يعني الحدث الاخير اللي من خلاله نقدر ننطلق بالارقام برضو بالتحليل، اتعكست ازاي تكتيكيا على ارض الملعب، ازاي يترجم دوت، ازاي ناخد بالنا يعني كلغه ارقام تورينا كمؤشرات نقدر نشتغل ازاي في ارض الملعب امام فريق قوي زي فريق السنغال.